بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قدوميها قلها شعبك قدوميها أغلى كسرة قدوميها حيا نظر لبدا أغل برلمانك إيو برلمانك صومالية دي أغلى كسرة اللي بان نظر شرفت له لبدا قلت دبلوماسيين تمرت شرفك سراكيش عيدنك صحافة دمانك صغير قرياشا waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan hortiina soo istaago si aan u soo gudbiyo barnaamijkayga siyaasadeed oo ku aadan 2017-2020. Intaas markii aan ka gudbo waxaan u malaynaa 4 sano ka hor in halkaan ku soo hor istaagay waa markii labaad oo halkaan aan soo istaago anoo codsanaya codkiin anoo codsanaya أما رجينا هنا كقول استعد كنا سياسة بيدا أمنية عن رجينا يا مركا إدارتين إن أن كوه جامي يدلك أما حكومة دو أي كوه جامي يدلك بريورة تيوك وبعض حاس كلا أمنية وحنا قلنا ما أنت قف كستو سومالية أما مسؤول هذا أما قف عادية هذا بهيدا قوة وحقوقه بأمني أمنية مركا قال لنا معها أمنية لحريرة متك إلى مدو السكان كلية ومتجر سيسن عافمات ينولل يهرمر وقفت وسن كبر غينين إذا أوايو نولل شرف له وكن ولا هذا ذلك يسكوديس وحنوك القاضينا سيدا أوكل مهم سنين marka ugu horeysa amniga siyaasadeed ee lagu hoggaaminayo dalka taas oo aan uga jeedno dib u dhiska ciidamada qalabka sida waxaan la soconaa ciidamada hadda jooga ama maxay ahaato ciidamada hadda noo jooga magaalada Muqdisho iyo kuwa jooga goboladaba waxay ku abuurmeen marxalad muayyana oo keentay inay sidan xaaladu ahaato dhammaanteenna waxaan higsanaynaa inaan aragno ciidamadeena qalabka sida oo gudanaya waajibaadkooda si loo helo amni buuxa oo qof kasta Soomaaliya isku hadlay karo taas waxay ku imaan kartaa in dib u habeyn lagu sameeyo ciidamada jooga marka ugu horeysa iyadoo laga bilaabayo in loo helo facilitieska ama adeega ay u baahan yihiin ciidamadu ay ka mid yihiin xerooyin ay ku xaroodaan توابرو قلب كيو باناين كرو غادي دوعي غودا يا انشحوضا تاسو انا من سنة هاي اني وحبدا كجيسة دونتو كودا شدا واجبات كودا كورنا اسو غادي دونتو كالسويني دا شعب كوهاي اذا مدى قلب كسيدا قدب كاللغات وديار انت اذا مدى قلب كسيدا عن رجين اني لو ريغان marka ay diyaar noqdaan amniga dalka dhamaan ahaan guud ahaan taas oo aan ugu talagalnay qorshe ballaaran oo ay uga kala imaanayaan ciidamadu gobolada dalka oo dhan iyo degmooyinkiisa furana ay u tahay in la diyaariyo marka ugu horeysa saraakiil dhalinyaro ah mutacallimiina u haya niyad inay u adeegaan ummadooda iyo dalkooda iyo diintooda لونا تبر أما لو سورة قليا إن هلا أنا قانت أبو بهني يا تبر كأبو بهين كذبنا دياريا إذا ما ذي مستقبلك الصومالية تاسو عن رجينا إن يفوز ذي دانتو بس كل دفع إذا ماذا أو بهي بدن لاقبه أنت إذا ماذا سوي ديار جروبا يعني إذا ماذا هذا جوجا أيقنا وحلقو سميت وأنا أسكت دف وحين كبده هول قلد وأنا gobolada dalka oo dhan taasoo aan rajaynayo inta ay diyaar garoobayaan ciidamada cusub kuwa hadda jooga inay iyaguna ku guuleystaan dalka inay xasiliyaan oo nabad ka dhigaan sida aan qorsheynayno marka la gaaro 2018-ka waxaa diyaar naqa doona ciidamadii cusbaa ciidamadii horena waxay u soo laaban doonaan xerooyinka waxaa la wareegi doonaa nabadda iyo amniga ciidamada cusub
تاسو آن رجاینینو اینه که دامیسوم دماد که جوگتان که عیدما دا امیسوم اولاله هنر نکلمی نی. و هر بار کسی نصیر راهیو انت آنکه اون های عیدما دا امیسوم دولت ولبا و حسوجی سائل مالن لیره دواجب کوالی دنکر ولیه. و حنا با این شرف و تای جوگتان که دو نکسو جبجبجبو عیدن سومالیه دو دیار ولی ولیه امنیگی سب وحدة قاطعين مسؤولية ديس تاسنا وحن رجينا إنه يقول لغته إذا ماذا أمسهم وكقيب قاطعي حسدين تدلك إيو شعبك الصومالي وضعن رجينا إنه إنه هلان دولة سيوة ناكسنو ديار سعيدا قرن وكوكو ليس حسدين تدلك قضب كاللغات آتك مهمك هو ديبوشيسين وحن أمسنا ديبوشيسين تيني حرير لله هاي لأن عليك الدول هو رئيس أمنية سياسة أرمها بالشدة هي الغالة وعلى صعنا ذلك إنه متأثر وحوكجرة الغالة سكية منع عن متوين كل صار عفي دبوشيسين قرطة هرك وهو سيا طول يدقمو تاسو أنا مرسن هاي دعوين الغامار مانتا وحنا مسنا هاي دبوشي سنة دي هراينا هاي كوا مهمة لكن لما أنتوا دين كوا تمان سياسة دي أو تغيسي دبوشي سنة ما أنت عنو بها ناين أي تاي دبوشي سنة كدوان أو كده عدد دجاجنا ده سومالي ده لما أنتوا يسقى في عن شعب كسومالية أي كوا كلا قربكتان لنسو عليا طبعا كوا نكسنا شعب كسومالي هراي ولا هايان مركز لجها الله يو جيت كوستيس إن لفريستو والله جوا ده الله واحد عاي عمل جوا وده الله واحد مستقبله فحنا من سنة إلى هبونات كن سجال بقولي لحدن كي مركي لقات حرية إن عدد بيشيسين لحم قبائل كسوماليات سيل سجبرتان إن عوان أحسن سي جوان مديسان وقاتان دولة نمرد وح أي كتاعن تولد دي بدأوه وحن أجن هاي الأمانتين إن يسندعن دبوهشیسین انتخاب سوگی میادن سومالی دو کوهشیان هدنا ایکو اساساً مبادی گود ایکو قطمیس دولت نمیاد سومالی و حنا میسنه های فلگی مناسب کاری لجوجو و حین سید انتخاب دولت دیدو انشاالله تبارک و تعالا اما حکومت دان سومگ عابد دان اهمیت وین دبوهشیسین تاسینه نقطمید مرتضی گرسیس شعب کسومالیات اسکو کرسونی إيه كجودبيت مرحلة ذلك. إذا مركز نقيب كغالطة، هو مركز غالها. إذا حقال كبلشدة، إيه حوجين تدولة نمدا سوماليا. غضب كسدحات وقرصورك. وحنقول أقولنا هاي ريمة قرصورك ذلك كجرا. إنه أذوها بعسني هاي. كوكو بني هاي. مقالة مقدسو. أما عاصمة ده. شعب كسومالي هذا ما أنت لما أنت وضيف العيان قصور عدالة ده وسوق جارميل ول ما جارميل ول بابا ستة أصله سمايو وهي غالي ده أنت حكومة ده دوت الله وكوها بونارين تاس أو يقول الرئيس ديارين تشرع قصورك مدح بناني ده شرعه سرعين تشرعه تاسو أنا من السنة هاي إني كثر ده أنت واحد بدن أرمى أمني عن يعني كهذا مني حرير حوجنا لله أرين تاس وحال الدياري دونا قرصور كوكوتما أغون إيا حرفت ديار وإنو قتو واجبات كقرن إيسارا إسلامر كاسنا بوحي كركالين تموكالي ألقى في الآية مرحلة اللجوبر قضب كوكوتن بأيه وقرصور كوكوس أفسن لما يستركا اسمها أداء قرصورك وحمد أغنى هاي ولي محكمة ذي هي دستور جهينا لما يسترين حكومة ذي دون شو واحد نسوي واحد لما يسترين دون تا دبنا وهابي دون تا قصورك قريبا هكذا من كبوح دون تا واحد نقارسي دون تا إن شاء الله قبل الله أردن قصورك غضب كأفراد وعند ما يسترك دستورك ومد واحد يشيس كتاي أو كوا ذا شقي سوى دستور وواحد ودحيه وحموجنا يا
مشاكل كأي معالجين يسوا أما مشاكل كأي حلنا يسنا وحي كم نغلان دستور كذا وحن وذوقنا هاي وحن قاضنا نظام فدرالا ولي لما هايو شروع ذي وأذي جيسي نظام كدستور كا نظام كأن قاضنا فدرال كا شرعية ذي وأذي جاي ولي لما سمينا وحن عمسنا دستور كنو ملسو قاري لكن هو باهي هاي تلاوة جيسي نمله ولو قد مجدو حكومة ديلو حي ديلو قلت دون تا لما يسترك دستور كوان اوغا هاي انا يحل ساريهن بار لبدا اغل وحي سيد دون تا حكومة ديلو قعن بوحدة سيلو لما يسترو اسلامر كاسنا لو قادو افتي سيو او نغضو دستور لما يستران او حلالة ارنت شراب وهرمرنت بلشدة ايو دقالها سيدان وضعنا في الصومالي وحكمة هاي وقت كان لجوجو دلالك وقوف غير سنة دونك تسمعها إن يسن لها ريسورسز لكن وحيوبا أنت برنامج سياسي ذات ودقالة وكر لوغو سوق هذايو الرمى دقالة حكومة ديدو إن شاء الله تبارك وتعالى هذه هي دورتان وحي وحيادو قبضو أنت الرمى هرمرين تدقالة سيدا حوجين توح صوصاركا بيرها كلوميسيغا غنحسيغا صوصارد خيراتكا او الهي نسيي وكل الدوان اسلامار كاسنا وحال الله سمي دونا شرعيو كلهاغا سي او سنوغا ايمانين كونفلاكتي او محايات وخلافات عصد arinta horumarinta dhaqaalaha waxa ku xiga caafimaadka oo aan aaminsanahay inuu yahay arin aad iyo aad muhiim u ah waxaan labada soconaa caafimaadka dalkeenna maanta meesha uu marayo oo runtii aad iyo aad u liidata xukuumadeedu waxay ehtimaam badan ama dadaal badan ku bixin doontaa kor u qaadida caafimaadka sida siyaasad caafimaad qabta oo heer qaran ah أما سياسة عافية ما ظهر قلنا إنه يسود دياريسو إنه دياريسو اسم تالله دي كبر براي دقال دي سوكاية إنه يكرو قادو تيادة حرف اللياشة عافية ماتكا إنه يبستو تيادة أما هيئات كونتراشة داوو ينكالوغو استعمال دلكا وحا يقول حيقا arinta waxbarashada oo ayadana ahamiyad weyn leh waxaan wada ognahay dal kasta wuxuu horumar sameeyaa inta uu ku dadaalo waxbarashadiisa waxaan la wada soconaa waxbarashada dalkeenna maanta heerka ay marayso ayadoo 73% ay dhalinyaro yihiin haddana waxa yar inta waxbarasho xor ah heli karta waxbarashada dalka ka jirta ma gaarto gobollada oo dhan ma gaarto degmooyinka ma gaarto tuulooyinka isla markaasna waa waxbarasho ku dhisan nidaamka mataqaanaa ganacsi taasoo keenaysa ummaddu inaysan isla jaan qaadin oo ka hor istaagaysa dadka aan tabarta u haynin oo aan dhaqaale haysanin inay ku noolaadaan xaalad jahli taasoo saameyn ku yeelanaysa mustaqbalka shacabka Soomaaliya si taas looga gudbo xukuumadeedu waxay hirgali doontaa dugsiyo cusub oo la dhiso kuwii hore oo dib loo hagaajiyo waxay diyaari doontaa waxbarasho lacag la'aan ah gaar ahaan dugsiyada hoose dugsiyada dhexe ilaa dugsiga sare sidaas oo kale xukuumadeedu waxay hagaaji doontaa ama xooji doontaa manhajka waxbarashada ee dalka waxaan la wada soconaa dalka kama jiro manhaj midaysan oo laga fuliyo oo waxbarasho taasoo khatar u ah inay barbaariso jiil kale afkaar duwan kale aqoon duwan oo ku keeni kara mustaqbalka dhibaato si taas looga hortago
وحال سمين دون عيال ولكاشنا هي أداء وحبرشدة مسؤولين تا كلا دون هير فدرال هير دقمو هير دولة قبلات إلا الضيارية منهج سومالي دو يكون مدايسان تا وحبرشو سي لو هلو وحبرشا مدايسان وستاندر اه او لغا هير قلية دلك قديه سيس لمركاسنا أودو سينا إسا عرورتا أنو مركا إسوة دميان دكسية دا سرعية جامعة لها إن إلا اللابل نغضان هو عالمي سيدها صوكلا وحايدنا غضب مهيم نوعا إلى لنت حقوق دا آذنه وحان لسعنا كتو مشادة حقوق دا آذنها دلك أن ماشي إيقارتي وعيكرو قادة أنت حكومة ديدو إلى لنت حقوق دا آذنها وحينا أبورد أنت قود دي سيكارة ولا سعدة إسلام مركاسنا كبيارية واربحنا جوكتا تلوي النكسو الجيدية سيدها صوكلا حكومة دايدو وحي إلالي دونتا ديغانكا وحان لبدا سوانا نباد قولكا كدعي سوماليا مركي دعان دقالة دي سوكاية كدب تاسو عن وذا اغنى هاي مانتا إن اي كرة تمين أبارة سوانق نغضا او يكمي تاي مانتا أبارة جرتا وحينا دياري دونتا وعي قلن إيا ديري قلن كسافسا إلا إلالي ديغانكا سياسة دريشة هرميجا سيلوغا مارمو جريد دقيدها ايو اديكسيغا بحوشة لو روفيو دلالك ششاية غضب كالليحاد وسياسة داريمها الدبادة دولة دايدو حي دياري دونتا سياسة داريمة الدبادة او اساس او النغطة سياسة داريمة الدبادة او دحاد نمكو اساسا isla markaasna ku hoggaaminaya dalka in la soo celiyo xurriyadiisa iyo midnimadiisa si buuxda siyaasadaas waxay naga doontaa siyaasad ku qotunta masalixda dadka Soomaaliyeed isla markaasna ilaalisa masalixda dalalka dariskana la ah iyo dalalka ay naga dhaxeeyaan masalix guud iyo siyaasad midaysan غضب كتضبات وامام الوناك إياهو فنان وحان وذا أغنى هاي صوماليا وحي مثال ونغطي هدونك أو إذن مام الحمضة إيا مسوق ماسوقة أنه مسلمين أدنا قفوا البو صوماليا أو جعليا إنو عدالة هلو هدنا النصيب درو وحان جونا مانتا ماشا وهو سيسا مركا لغا الله يا مام الوناك إيا مسوق ماسوقة dowladdeedu waxay hirgelin doontaa nidaam maamul oo hufan oo la xisaabtan ku dhisan loo dhameystiray waxyaabihii lagama maarmaanka ahaa in la hirgeliyo taas oo aan iska kaasho doono hay'adaha dowladda oo dhan ha noqdeen labada gole baarlamaanka iyo aqalka sare ama ha noqdeen xukuumadda ama ha noqdeen qaybta garsoorka waxaan rabnaa inaan u diyaarino مشروع دولة وناقة إلى نقض مشروع قرن أو كولا غيب غاتان هي لها دولة كلا دول إسلام مركزنا لا أبورو هي لا قصبة وإشكوا هي دغدغاقة هي هبسم وسعد كمامولك هي دغالها ذلك وحن لسوا أن ذل بربري وسوق عري مرحلة دانو كله إنه سنكجد بكرن لبعت هذا إلا على جهله مامول هفن أو كسبدا كالسوني دادتك وعن ربا إنان إذين شاقو إنان هاي مسؤول أسود ديار قروبي حلقاس أدك أدوة أكتهين إنو قادو إسلام مركاز نشجك قبا إنو هلو كالسوني دينا يعدكينا كونا شقاي دونا إنو مدايا شعب كصوماليا إنو كوه قاميو دلكان حرمر إيا هنان هفن oo keena shacabka Soomaalida in la soo celiyo sumcadiisa iyo karaamadiisa ayadoo laga saarayo meesha waxa maamulka ragaadiyay oo ah in mar walba ay ku qotamaan ama qabiil ama koox si gaar ah isu og ama masalix shakhsi ah oo loo ballan qaado dadka waan wada gaareynin ummadoodan waxaan rabaa inaan idin sheego inaan diyaar u ahay
inaan gudto waajibkayga sida ugu wanaagsan anoo ilaalinaya sharciga aadna ogtihiin madaxweynaha xilka ugu weyn uu qabto inuu yahay ilaalinta sharciga iyo inuu xaqiijiyo sareynta sharciga iyo kala dambaynta waan rabaa inaan idiin sheego inaan ahay qof usoo diyaargaroobay afarti sano lasoo dhaafay inuu khaladaadkii ka dhacay dib u saxo haddii fursada ay isiisiin mar kale in hoggaanka dalka mar kale aan qabto waxaan idiin ballan qaadaa in la soo celiyo hantidii dalka ee la boobay inaan soo celiyo maxaa yeele waxaan aaminsanahay inay tahay waajib qaran inta raadkeeda oo muuqdana ay tahay in laga daba tago waxaan aaminsanaa maanta inay tahay maalintii aan saxi lahayn khaladaadkeenna nidaamka aan qaadanno ee dimuqraadiga ah wuxuu leeyahay mabaadi' guud oo ilaalisa waxaan diyaar u ahaa marka wixii aan ka hor imaanaynin shareecada islaamka wixii aan ka hor imaanaynin dhaqanka suuban ee dadka soomaaliyeed in si dhaba loo fuliyo sababta aanu leeyahayna waxay tahay suurtagal ma aha nidaamka inaad qaybna ka qaadato qaybna aad ka diiddo marka waxaan aaminsanahay horumarka dunida reer galbeedku ay gaareen waxaa asaas u ah nidaamka dimuqraadiga ah marka waxaa lagama maarmaana haddiiba la qaato nidaamkaas in loo fuliyo sida ugu wanaagsan sida ugu hufan sida gaarsiin karta shacabkan horumar baaxad leh waxaan soo sheegnay caqabaadka maanta ugu weyn ee jira waa amniga waa dhaqaale xumada waa musuqmaasuqa waa waxbarasho la'aanta waa caafimaad darrada waxyaabahaasoo idilna waxay diyaari doontaa xukuumaddaydu barnaamij ku aadan oo wada socda oo dhammaantiisa u shaqaynaya in marka hore amni la helo waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo hadalkayga himiladaydu waa in dalkan 2021 doorasho xur ay ka dhacdo qof iyo codkiisa taasna waxay ku imaan kartaa in la helo amni in la dhammaystiro maamulada in la dhammaystiro dastuurkii in kaabayaashii dhaqaalaha sida jidadkii maxaanku yidhaahdaa korontadii biyihii mataqaanaa la helo oo la diyaariyo sidaasoo kale waxaa lagama maarmaana doorashada intaan la gaarin in la soo gunaanado wadahadalladii walaalaheenna reer somalilan oo socday si doorashada markay imaanayso doorasho mida loo wada galo waxaan diyaar u ahaa marka wadahadalladii istaagay oo aad og tihiin inaan dowladdayda ay soo bilaawday inaan dib u bilaawno isla markaasna waqti xadidan oo cayiman ku soo gebagabayno ugu dambayntii ma ihi qof cusub aa baranaysiin waxaan ahay qof dalkan hore usoo hogaamiyey xilli adag isagoo intaan ka khibrad yar marka waxaan idinka codsanayaa codkiina inaad isiisiin waxaan aaminsanaa inaan ahay qof aad ku aamini kartiin codkiina iyo dalkan hoggaankiisa waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu